القرص دي انا هعملها باللحمه المعصجه، كوبايتين دقيق، ربع كوبايه سمنه، رشه سكر، رشه ملح، جبنه موتزاريلا، لحمه معصجه جاهزه، بيضه واحده، هناخد بيضه واحده كده، معلقه زبادي كبيره ومعلقه خميره صغيره. تمام، ادي كده الايه القراص اللي هعملها. عجينه، هعمل عجينه واحط لها معلقه زبادي هتبقى طريه كده وحلوه. وبعدين عندي لحمه معصجه في الفريزر، او انت عصجتي اللحمه طبعا احنا عارفين تعصيج اللحمه ازاي، بصلايه بنقطعها ونقطعها صغير قوي او نبشرها ونسوحها شويه في معلقتين زيت ولا معلقه زيت، وبعدين ننزل عليها اللحمه المفرومه. هنسخن طاسه عشان ايه، طبعا انا بحط في العجان السمنه على طول، وتفضل انها تتضرب مع ايه الدقيق من غير ما اسيحها، ولو انا عملت كده هنا برضو هتتضرب بس هاخد معايا وقت. نشوف مع بعض الاسهل بقى، الاسهل حاجه علشان ايه ما العجينه تخمر بسرعه وتبقى سهله معاكي ما تضايقكيش. انا طبعا هعجن بميه او بلبن، لان لا انت هتستخدميه استخدمتي ميه او لبن، الناس هتستخدم ميه، انت استخدمتي لبن برضو تعملي نفس اللي بعمله ده. هنحط شويه اللي انا هعجن بيهم، بس طبعا على الاقل، ولما اعب ازود ابقى ازود. اسخن شويه الميه شويه صغيرين، حط عليهم السمنه اللي هستخدمها، انا حاطه هنا ربع كوبايه من السمنه، يبقى ادي الميه والسمنه اللي هستخدمها. انا زودت لها ميه ساقعه تاني، نص كوبايه كمان، يعني حطيت نص كوبايه الاول مع ربع كوبايه السمنه، سخنوا على النار، شلتها زودتها ربع كوبايه ميه تاني عشان تبقى ايه، علشان تبقى دافيه ما تموتيش العجين. ممكن نقطه كمان، اضيف الزبادي كمان هنا، كل المواد السايله بقى هضيفها في الطاسه هنا، وكمان السكر، معلقه السكر والخميره، بس طبعا اتاكد ان الايه الطاسه بارده، يعني العجين الميه دافيه دافيه، لا هي بارده ولا هي سخنه خالص، السخونيه بتموت العجين، الخميره السخونيه بتموت الخميره. تمام كده، ادي كده كل ده دف في بعضه بالشكل ده. بس اجيب بقى هنا كوبايتين الدقيق، واروح حاطه عليهم الخلطه دي. افرضي الخلطه اللي انا عملتها طلعت زياده، انا هرمي منها؟ لا مش هرمي، ممكن ازود الدقيق عادي خالص كده، واروح حاطه كل ده هنا كده وابدا اعجن. بصوا بقى ايه، انا قطعت ايه العجينه الخمرانه بشكل، تقطع كده تعمل قرص كبيره شويه، يعني مش دي مش القرص الصغنونه قوي، لا حلوه كبيره كده. وعندي الايه الجبنه موتزاريلا، طب ما عنديش جبنه موتزاريلا، بيضه، يبقى يا اما حشيت لحمه معصجه وجبنه، يا اما عشيت لحمه معصجه وبيضه، نعمل الاثنين برضو. اوكي، البيضه اهي كده، هزودها اللحمه معصجه، كتير هنحشي مثلا لحمه معصجه، نفردها في ايدينا كده، عليها جبنه، وراح قافله عليها كده، دي بقى سندوتش بقى او رغيف او زي ما تسمون، عاملاها كبيره ازاي، دي كبيره قد الكفايه، بس لما حلو قوي من هنا، وراح منزلها في الصينيه كده واضغط عليها، سيبها شويه وبعدين افردها. بس واسيبها تريح شويه صغيرين، واروح مدخلها الفرن كده. خلصت الايه القراص بتاعتي، طبعا تعملي الكميه اللي انت عايزاها. تمام،